دعاء المكان مهم جدا في هذا المكان. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. باخذكم اليوم مع فريق مركز ناتلس الكويت لتجربة مثيرة جدا للغوص مع القرش النمر. وصلنا جزر المالديف وبالتحديد جزيرة فافامولا، الجزيرة المحلية التي تقع في جنوب جزر المالديف. جزيرة جميلة جدا تشتهر بالغوص مع القرش النمر. فيها مكان مشهور وهو التايجر زو، حديقة حيوان للتايجر زو. تم رصد فيها أكثر من 40 تايجر شارك، وبغوصتنا هذه مروا علينا يا جماعة تقريبا أكثر من 20 شارك أو 20 تايجر شارك. قبلها عطونا معلومات وايد قيمة، شلون نحدد هوية الشارك اللي جاي قدامنا، شلون نحدد جنسه. أمانة معلومات، يعني السالفة مو سالفة بس غوص، السالفة سالفة بعد معلومات قيمة. حبينا نشارككم هذه التجربة، التجربة أكثر من مثيرة. تخيل شلون قرب الشاركس هذه لنا، يعني الشارك ما بينك وبينه أكثر من 30 سنتي. شوف الصورة هذه يمكن فيها أكثر من 3 قروش، لكن في الحقيقة كان واحد قدامنا، واحد ورانا، يميننا، يسارنا، قروش في كل مكان. تجربة مثيرة، تجربة آمنة للأمانة، خصوصا لما تكون تحت إشراف متخصصين في هذا المكان. هم من اكتشف هذا المكان وأسسوا هذه الحديقة أو تايجر شارك زو. وعشان نضمن أن التجربة تكون مرتبة والتجربة تكون مثيرة، نظم المركز، مركز ناتلس الكويت، الرحلة القادمة إلى جزيرة فافامولا إن شاء الله في 24/1 السنة القادمة.